وجهت المحكمة الاتحادية العليا ضربة جديدة لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بعد إصدار قرارها الخاص بمشروع تعديل قانون مكافحة البغاء الذي ناقشه البرلمان في جلسة اليوم الخميس. أنا أقتبس لكم بعض ما تضمنه قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن المقدم بعدم صحة إجراء سحب مقترح القانون هذا. أولاً، أن المحكمة الاتحادية قد وجدت أن النصوص التي تضمنها مقترح التعديل لا تحمل الحكومة أي أعباء مالية. ثانياً، المحكمة الاتحادية وكما ورد في نص قرارها أنها وجدت أن تلك النصوص جديرة بأن تكون ضمن المنظومة التشريعية العراقية لكونها قد تضمنت عقوبات رادعة لمعالجة حالات مستجدة ودخيلة على المجتمع العراقي. أقل ما يقال عنها أنها لا تتناسب بواقعه الديني والخلقي والاجتماعي، ولها تأثير سلبي خطير على عموم الشعب لكونها ظواهر مرفوضة بإجماع العقلاء وأصحاب الديانات السماوية، وهي حالات الشذوذ الجنسي والمتمثلة بالعلاقات المثلية وتبادل الزوجات والتخنث وتغيير الجنس، كما أن الترويج لتلك الأفعال، هذا نص قرار المحكمة الاتحادية، كما أن الترويج لتلك الأفعال والمشاركة في نشرها بين أوساط المجتمع لا يقل خطورة عن ارتكابها، وهو ما عده مقترح القانون من جرائم الجنايات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على جرائم البغاء والسمسرة. وذهب قرار المحكمة إلى توصيف الإجراء الذي اتخذه السيد رئيس مجلس النواب السابق بخصوص سحب القانون بأنه قراراً انفرادياً بسحب مقترح القانون بعد استيفائه الإجراءات الشكلية لتشريعه من خلال توافر العدد المطلوب دستوريا وقانونيا لتقديمه، وإحالته إلى اللجنة المختصة، وإدراجه على جدول الأعمال وقراءته قراءة أولى. المحكمة الاتحادية ذهبت إلى توصيف هذا الإجراء بقولها: وإن هذا الإجراء يشكل خرقا لمبادئ الدستور والقانون ومصادرة لرأي مجلس النواب وانحرافا واضحا في استعمال السلطة.